فيروس كورونا في بعض العواصم الأوروبية. تبقى معنا من باريس بلقيس النحاس، وينضم إلينا من لندن عمر بشير، ومن برلين يمن شواف. مرحبا بكم مراسلي الغد في كل مكان. أبدأ معك يمان، تحذيرات وتوقعات من أن يجتاح أوميكرون أوروبا بأن تكون معدلات الإصابة أكثر من النصف في غضون من 6 إلى 8 أسابيع، كيف تستعد الحكومة الألمانية لهذا السيناريو؟ نعم طبعا، قبل الإجابة على هذا السؤال، اليوم ألمانيا تسجل أرقام قياسية في أعداد الإصابات الجديدة، وحيث تجاوزت 80,000 إصابة، وهو رقم جديد تسجله ألمانيا. هذا الرقم يأتي وسط هذه التقارير التي تحدثت عنها محمود، وأيضا بالتزامن مع اجتماع اليوم للحكومة الألمانية التي سيهيمن على اجتماعها ملف كورونا والتداعيات من هذا الملف، سواء التداعيات الاقتصادية أو النفسية أو الاجتماعية أو الإجراءات التي تقوم بها الحكومة. غدا سيكون هناك أيضا مساءلة للمستشار الألماني الجديد أمام البرلمان الألماني، سيطرح عليه أعضاء من البرلمان الكثير من الأسئلة، وفق لمعطيات ومصادر أن الأسئلة ستتركز بالدرجة الأولى على الآلية التي تتبعها الحكومة الألمانية لمواجهة فيروس كورونا. لو عدت إلى سؤالك، الحكومة الألمانية تحاول من خلال ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي تجديد الإجراءات والقيود، المرحلة الثانية هي تكثيف حملات التلقيح، المرحلة الثالثة هي أن يكون هناك يعني إغلاق في بعض المناطق، ربما تختلف هذه الإجراءات من منطقة إلى أخرى، ولكن تحاول الحكومة وفق هذه المعايير الثلاثة أن تسيطر على المتحور الجديد، ألا يكون هناك أي. المرحلة الثالثة لو قلنا هي تقليص فترة المدة الزمنية للحجر، وهي كي لا تتضرر القطاعات الحيوية في العمل. يبدو أن أوميكرون، ويبدو أن هذه الأعداد الجديدة تضغط أكثر على الحكومة التي تستبعد الإغلاق العام والشامل، ولكن هناك ضغط كبير على الحكومة من الفيروس، وهناك ضغط أيضا من الشارع الذي لا يرغب بالذهاب إلى إغلاق عام وشامل في ألمانيا. أبقى معنا يمان، وأتحول إلى لندن وعمر البشير من هناك ليضعنا في تفاصيل المشهد وتقييم السلطات الصحية في المملكة المتحدة عمر للوضع ومدى الاستعداد لمواجهة هذا التفشي. يعني في بريطانيا الأرقام تتراجع منذ الرابع من الشهر الجاري، لا يوجد تفشي. على سبيل المثال في الرابع من الشهر الجاري كان الإصابات اليومية 218,000 إصابة، الليلة الماضية نتحدث عن 120,000 إصابة. صحيح أن الأرقام مرتفعة كثيرا أرقام الإصابات، لكن واضح أنها الآن تبدأ بالتراجع، وهذا مؤشر جيد. لكن الخطر الحقيقي هو على رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي تطاله الفضائح كل يوم. الآن بوريس جونسون متهم بمشاركته في حفل مشروبات عقد في 20 مايو في عام 2020 وبحضور زوجته 40 شخصا آخر، وهذه القضية التي إلى الآن لم يتحدث بوريس جونسون في تفاصيلها سواء بالنفي أو التأكيد، ربما تطال منصبه السياسي وسط دعوات من المعارضة، العمال، الليبرالي الديمقراطي، وأيضا بعض نواب المحافظين لتوضيح ذلك من بوريس جونسون، وربما الاستقالة. هناك مطالبات دقيقة وواضحة من الوطن الاسكتلندي ومن الليبرالي الديمقراطي لبوريس جونسون بالاستقالة، بعد أن اتهم الآن بأنه يشكل خطر على صحة البريطانيين لعدم التزامه بقواعد الإغلاق العام التي هو. هل تنسحب هو هذه تبع له من يضعون هذا الانطباع في التعامل والتعايش مع الفيروس عمر، هل ينسحب على ما يفترض اتخاذه من إجراءات حكومية ربما يقررها رئيس الحكومة؟ عفوا، لم اسمع السؤال. هل هناك تعامل مع الأزمة من قبل بوريس جونسون بنفس هذا النسق الذي يتعامل به، يعني فيما اتضح من الاتهام من خلال الواقع التي اشرت اليها ولم تكن هي الواقع الاولى؟ واضح ان بوريس جونسون وفق المؤشرات السابقة لا يلتزم بما يتم وضعه من قبل الحكومة، بما يتم وضعه شخصيا من طرفه تجاه البريطانيين. حفل رأس السنة
العام قبل الماضي عندما كانت بريطانيا في قيد الإغلاق، ثبت أنه كان هناك حفل لرأس السنة في تين داونينج ستريت. أيضا الصورة التي التقطت له مع زوجته و17 شخصا آخر في محيط البلكون الخاص لتين داونينج ستريت و11 داونينج ستريت في هذا المشهد الذي كان أيضا ضد قواعد الإغلاق العام ويخالف قواعد الإغلاق العام. واليوم تأتي هذه الفضيحة. على أي حال، رئيس الوزراء البريطاني اليوم ستكون له مساءلة أسبوعية، سوف يتوجه شخصيا إلى البرلمان لهذه المساءلة التي تصف اليوم في الصحافة البريطانية بأنها الأخطر على المستقبل السياسي لرئيس الوزراء البريطاني، والتأكيدات أن كير ستيرمر زعيم حزب العمال تعافى من إصابته بفيروس كورونا، النتائج كانت سلبية، نتائج إصابته، بالتالي هو من سيتوجه البرلمان لمساءلة بوريس جونسون. والسؤال الأهم، هل شارك بوريس جونسون في هذا الحفل الذي عقد في 20 مايو عام 2020 مع زوجته أم لا؟ حفل المشروبات، الإجابة سوف يدلي بها بوريس جونسون، وإذا كان تأكيد فإنه في مهب الريح، وإذا نفى هذه المعلومة وخرجت صور تؤكد مشاركته بالتالي سيكون أيضا متهم بالخرق والكذب وفق ما تقوله الصحافة البريطانية. لذلك هو إلى الآن لم يجب على هذا السؤال، وأيضا المسؤولين الحكوميين لم يشاركوا اليوم في أي برنامج محلي. جرت العادة في بريطانيا يوميا يكون هناك مسؤول حكومي في أحد البرامج التلفزيونية البريطانية الهامة الرئيسية للإدلاء بموقف الحكومة وتطورات فيروس كورونا أو ملفات أخرى، لكن اليوم لم يشارك أي أحد تجنبا لهذا السؤال الهام والذي لا مفر منه اليوم في البرلمان عند الساعة 11:30 صباحا بتوقيت المحلي عندما تبدأ المساءلة الأسبوعية. أبقى معنا عمر وتحول إلى باريس وبلقيس النحاس من هناك. بلقيس، تحذيرات من أنه نصف سكان أوروبا معرضون للإصابة بفيروس أوميكرون المتحور الجديد من كورونا، وبما أنه كانت فرنسا أولى الدول الأوروبية التي اجتاح أوميكرون بخطورة، كيف يبدو الوضع في هذه الأثناء؟ يعني كما ذكرت محمود، احتمالية طبعا أن تصاب أوروبا، يعني ثلث سكان أوروبا بأوميكرون، هو يعني من الممكن تحديدا حتى في فرنسا كما ذكرت، هي من أوائل الدول التي بدأت باكتشاف حالات أوميكرون والتي الآن هي تتخطى العديد من الدول الأوروبية. نحن نذكر أن اليوم حوالي 370 ألف حالة شخصت بكوفيد 19، وبالتالي حتى أوليفييه فيغان الذي خرج اليوم صباحا وذكر أنه بما أنه تم تشخيص حوالي 370 ألف حالة، يعني ممن أجروا مواطنين أجروا الاختبارات، فهذا يعني أنه من الممكن أن يكون هنالك حوالي المليون أو أقل المليون ممن هم مصابون الآن بكوفيد 19، وبالتالي بالفعل هي الأرقام الآن تتضخم، يعني هي بالفعل هي ازدادت لحدود 400 ألف حالة، ولكن ليست تقفز قفزات سريعة كما كانت في ديسمبر. في ديسمبر الماضي كان هنالك قفزات سريعة، كل يوم كان يزيد حوالي 20 ألف أو حوالي 50 ألف حالة. اليوم نحن نتصاعد ولكن بشكل بطيء، وهذا ما أشار إليه أيضا أوليفييه فيغان في أننا نقترب من الذروة الآن، وعلى ما يبدو أنه في نهاية الأسبوع المقبل سيتم تحديد إن كان هنالك هبوط في هذه الموجة. أشكرك جزيلا بالقيس النحاس، وعذرا على المقاطعة، ومن عمر أشكر أيضا من لندن عمر بشير، ومن برلين يمان شواف مراسلي الغد، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التفاصيل.